متواصلين خاطر عملنا باركور باهي في الشامبيونا، ربحنا معناها الترجي الرياضي التونسي في باجا 2-0. كيف كيف مقصينا الكلوب، مقصينا سفيقس، معناها مش من فراغ، ماهيش صدفة. وصلنا للنهائي اليوم، كنا على اوتور باش فرحنا الجمهور العزيز نتاعنا. والحقيقة حرام كان الجروب هذايا معناها السنة تخرج بحتى تتويج. أنا بيرسونيلمون بالنسبة لي 2023 هذايا بالجروب هذايا باش يبقى جرافي في مخي، مانيش باش ننساه مهما مشيت لحتى الجمعية. الجروب هذايا من أنظف الجروب اللي عشت فيها، وهذاك علاش ربي يبارك لنا والحمد لله. أنا الترجي الرياضي التونسي مليح، نعرفوا قوتها، نعرفوا معناها اللي تلعب على كوتي. حضرنا عملنا ستاج كامل، كنا معناها على اوتور باش نحضروا كل شيء، كل كبيره وكل صغيره. نعرفوا اللي الفينال على دي ديتاي صغار يتربح، كنا كونسونتري من الديبار نتاع الماتش لاخر الماتش. الحمد لله ربي وفقنا والحمد لله انتصرنا وخذينا التيتر. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يقوم لاباس ان شاء الله. وهذاك ولدنا واخونا وعزيزنا، ان شاء الله فرحتنا به هو كي يفيق لاباس ان شاء الله، نزيدوا نفرحوا اكثر كي يفيق لاباس.